لو هي متوضئة وأكلت، هل هذا أفسد الوضوء؟ هي متوضئه وايش؟ وأكلت الاكل، الاكل لا، الوضوء مما خرج لا مما دخل. الوضوء مما خرج لا مما دخل. نعم. يعني لا ينقض، لا ينقض سواء يعني تمضمضت ام لا شيخي الكريم. نعم نعم، لكن نعم. المشكله بقى لو في طعام وهي تصلي وابتلعته ده امر اخر، لكن هي لا ينقض الوضوء بحال من الاحوال. النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبن ومضمض، لما سئل قال ان له دسما. صلى الله عليه وسلم. للدسم فقط. نعم. فهي اصلا وهذا من الناحيه الصحيه. بس خذ الاعظم من ذلك. بل لو باشرت، يعني لو باشرت بيدها نجاسه لا ينتقد الوضوء. تغسل المحل، تغسل يدها، تغسل المحل وتغسل اليد والوضوء على ما هو عليه. نعم جزاك الله خير. الوضوء مما خرج لا مما دخل.